بعد سنوات طويلة من الانتظار والوعود، غازية مأرب في الخدمة بقدرة 40 ميجا وات تغطي مديريات محافظة مأرب. هذه المحطة التي انتظرها الناس في هذه المحافظة، وكانت الأمل بالنسبة للمواطنين الذين عانوا من انقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي. يقف إلى جواري نائب وزير الكهرباء المهندس عبد الله غاجر، يحدثنا عن هذا المشروع الكبير الذي يعد من أهم المشاريع بالنسبة للحكومة في ظروفها الحالية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة هذا مشروع استراتيجي كبير نفسه، ومشروع حكومي، تمويل حكومي 100% نفسه. إن شاء الله سيغطي مأرب كامل في المرحلتين، المرحلة الأولى والمرحلة الثانية سيغطي إن شاء الله احتياج مأرب. ماذا سيشمل في المرحلة الأولى؟ المرحلة الأولى 40 ميكا مديريات، على أساس أنه إن شاء الله تغطي مديريات الوادي وآل شبوان نفسه. ثم المرحلة الثانية بقية المديريات نفسه إن شاء الله. طيب كم تكلفة هذا المشروع؟ وكم سيوفر؟ إجمالي تكلفة المشروع 40 مليون دولار نفسه في الأساس نفسه. تقريبا 70% من قيمة المشروع عملتها الشركة الهندية أنجليك وخلصته. المتبقي من 30%، وهذا المتبقي منها الذي خلصناه احنا نفسه، الذي خلصته اللجنة الشرفية العليا، سيوفر مبالغ باهظة جدا جدا نفسه. الآن في المرحلة الأولى سيوفر من قيمة استئجار الطاقة مليون دولار، وبالنسبة للوقود، قيمة الوقود الذي هو الديزل، لا يقل عن 3 مليون دولار شهريا. حلول عدة لسد الاحتياج الكبير للتيار الكهربائي قامت بها السلطات المحلية في محافظة مأرب للحد من الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، وكانت هذه الحلول أوجزت أو أنتجت هذه الطاقة الغازية التي ستحل الكثير من المشاكل داخل المحافظة. وعلى مراحل ستغطي هذه الطاقة الغازية وفقا للسلطات المحلية وللمؤسسة العامة للكهرباء، والتي ستبدأ بتغطية مديريات الوادي كمرحلة أولى، ومن ثم مدينة مأرب. على الجرائد قناة بلقيس، الطاقة الغازية محافظة مأرب.